재료! 재료! إذا استوفيت البداية مشاهدينا الكرام في أسفل المرمى الشمل فيها تسديد الجول عند الكرة اللي تسديدوه ترجع اليوم للحارس نزل عبد النور كذلك نزل عبد النور الهدف الثاني من فرصة الأجيال هذه فرصة جميلة والله رايحة فرصة جول جول يتقدم الصواب حمزة داك الله صح نعم حمزة فعلا خمسة هذه مسيرة يلا يلا لا 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 نعود مشاهدينا الكرام من المباراة الثانية مباراة لن تكون سهلة نذكركم بالكتيبة هشام برهون المدرب الكبير يدخل الكتيبة الحراسة يونس بلعيش رقم واحد إذا تلعب الكرة صافية البداية من حكم المباراة خطيرة 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 خطيرة
مولاي الحسن والذي نظمته جمعية شباب بيرشيفا بأول تكريم السيد عبد النبي برزين تصفيقات حارة على السيد عبد النبي برزين أحد الكفاءات والأطر الريادية داخل مدينة طنجة وخصوصا في حينما يتعلق الأمر بالفئات الصغرى في هذا الحي تصفيقات حارة المساوي تصفيقات على السيد نوردين المساوي احد الكفاءات بهذا الحي هذا العزيز تصفيقات حاره اللي كيسلم الجائزه هذا الملعب فمشكورين طبعا كذلك لابد من ان نمنح جائزه للحكم الذي قاد مباراه بالخيبومي هذا الملعب تصفيقات حاره عليه احسن لاعب ناشئ ويقدمها اولا السيد احمد العافيه السي احمد العافيه يتقدم وصاحب هذه الجائزه هو السيد او اللاعب الوعيد محمد اشبان تصفيقات حاره اللاعب ناشئ بالدوري مولاي الحسن في نسخته الثانيه على هذا الصغير ثاني جائزة جائزة أحسن حارس لفئة الكتاكيت عفوا ويقدمها السيد واللاعب والنجم المتألق سي محمد بستارة تصفيقات حارة على سي محمد بستارة سي محمد بستارة يقدم جائزة أحسن حارس اللاعب بدر العامري من كوكب طنجة تصفيقات سيبستارا الحارس المتألق الحارس الواعد حارس فريق اتحاد طنجة سابقا وحارس الحالي لفريق وداد الطيب الكريم الجائزة الثالثة هي جائزة أحسن لاعب حميد مهلول لكما تنفيذها الجوائز والجائزة الثانية لفئة الكتاكيت ويقدمها السيد أحمد العافية الكتاكيت تصفيقات حارة الجائزة سيد عبد الرحمن أسويق رئيس وداد طنجة مشكورا تصفيقات حارة على سيد عبد الرحمن الفائز بالمرتبة الأولى والمتوج بهذه الدورة لفئة الكتاكيت الفريق تصفق على بعضية ما كاين حتى مشكلة صفق على
كأس البطولة يحملها عميسة من نصيب اللاعب والحارس المتألق سليمان جلولي من فريق الصداقة. تفيقة حارة على سليمان. حارس نادى طنجة كيقدم الجائزة ديالو. تصفيقة زايدة بزاف الشباب بغينا نسمعو فريق شباب بيرشيكا. تصفيقة حارة. تصفيقة على سفيان. أما الآن فهي الجائزة الثانية للفريق الوسيط الذي كان أحد أطراف المباراة النهائية ويقدمها السيد واللاعب المتألق وضيف هذه الأمسية السيد محمد بستارة. يتقدم الفريق الثاني صاحب المرتبة الثانية في فئة البراعم. مباراة جميلة من فريق البطل تجاه فريق الوسيط ساحية الكاف. مسطرة الأولى والفريق المتوج بالمتحارة على أبطال الدوري نجوم بيرشيفا أعضاء جمعية شباب بيرشيفا. تفيقة حارة على براهيم شباب بيرشيفا المتواجدين بهذه الدورة. يقدم الجائزة السيد عبد النبي بوزي الكاتب العام لعصبة الشمال وأحد الأطر والكفاءات الرياضية بمنطقة شمال. تحية لهذا الرجل المعطاء. وتحية لكافة المواهب هنا في منطقة بيرشيفا وفي منطقة طنجة. يلا شيناشط.